السلام عليكم، اهلا بكم اعزائي متابعي القناه، مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا بروجي دو كلاس، مشروع القسم، رياليزاسيون دان جورنال سور لي ماروكان دو موند، انجاز جريده حول مغاربه العالم. المرحله الاولى فيها ايتاب 1، المرحله الاولى بريزونطاسيون اي بلانيفيكاسيون دو بروجي، عرض المشروع والتخطيط له. Prends connaissance du projet de classe en écoutant la présentation de ton enseignant. قال لك تعرف على مشروع الفصل، مشروع القسم، en écoutant بالاستماع الى العرض التقديمي الذي يقدمه استاذك او استاذتك. Discute avec tes camarades، ناقش مع زملائك l'objet du projet، موضوع المشروع. Élaborer un journal avec des photos légendées، انك تطور جريده مع صور التعليقات اللي كتكون تحت الصور ليجوندي، لا ليجوندي هذاك التعليق اللي كيكون تحت الصوره. دو سيليبريتي ماروكان دو طون شوا، حول المشاهير المغاربه من اختيارك، اختار انت اللي بغيتي، اما علماء، اما فنانين، اما مغنيين، اما فكاهيين، اما رياضيين، يعني اللي بغيتي. شوازي طون جروب دو ترافاي، اختار المجموعه ديال العمل ديالك، من الاشخاص اللي كترتاح تخدم معاهم، اما قرام ليك في السكن او اللي كتفاهم معاهم في القسم. Participe à la distribution des tâches et à leur planification، يعني تشارك في توزيع المهام والتخطيط لها. Recherche de personnalité، شنو هي هذه المهام؟ هو البحث عن الشخصيات، الصور، البحث عن الصور، texte de présentation، دوك النصوص ديال التقديم او لي ليجوند اللي كيكونوا تحت. Fais la liste des actions que tu vas faire. قال لك ضع قائمة الإجراءات التي ستقوم بها، مثلا أبحاث، rencontre، لقاءات، plan de travail، خطة عمل، sélection، اختيار، découpage، تقطيع، تقطيع الصور مثلا، مجلات قديمة أو كتب قدم، collage، تلصق، montage، يعني أنك تلاقي، دير مونتاج، تلاقي الصور بيناتهم، ودير تعاليق على الصور. Pense au rôle d'information du journal photo، فكر في الدور ديال الإعلامي ديال جريدة الصور، ديال هاد الجريدة كتهتم بدي سيليبريتي ماروكان، يعني المشاهير المغاربة، كي سوغا إلابوري، التي سيتم تطويرها، و أكوا سير أن جورنال فوتو، علاش كيصلح لينا هاد الجريدة ديال الصور لا صالحة لينا. نشوف المراحل اللي مور هذا الشيء. المرحلة الثانية رياليزاسيون، يعني الإنجاز. قالك بريزونت لي فوتو كو تو تروفي، أظهر الصور التي وجدتها. إيكوت لي بروبوزيسيون دو تي كامارات، استمع لاقتراحات الزملاء ديالك. إكسبريم لي بوزوان دو طون جروب، عبر عن احتياجات مجموعتك. دي كيل لوسون طون ايدي ا بريباري تي تاش، قل الدروس التي ساعدتك في التحضير لمهامك او واجباتك. شوفوا المرحله الثالثه ايتاب 3 فيناليزاسيون، يعني الانهاء. بروبوز اون ميز اون فورم دو طون جورنال، اقترح خطه عمل الجريده ديالك. بروبوز ان نومبر دو بيرسوناليتي سيليبر، اقترح عدد ديال المشاهير، ديال الشخصيات الشهيرة بوغ لو جورنال، لهاد الصحيفة اللي غتشتغل عليها. دومين، يعني المجال ديال العمل ديالهم، أم، رجال، فام، نساء، إلى آخره. بروبوز لا فورمولاسيون إي لا ريداكسيون دي ليجوند، يعني اقترح صياغة وكتابة دوك التعليقات أو التسميات التوضيحية اللي كتكون تحت الصور. أميتر سو لي فوتو، اللي غتوضعها تحت الصور. ثم عندنا بارتيسيب على رياليزاسيون دي جورنال فوتو، شارك في انجاز او انتاج الجريده المصوره. ندوزو للمرحله الرابعه اللي كتكون في الاسبوع الرابع. ايتاب، مرحله لونترينمون، التدريب على التقديم، التدريب على العرض او التقديم. بارتيسيب على لورغانيزاسيون دو لا بريزونطاسيون دو بروجي دو كلاس، قال لك شارك في تنظيم التقديم او العرض ديال مشروع القسم. هاد افيش، يعني ملصق، وانفيتاسيون او دعوه،
pour annoncer la tenue باش تعلن على عقد هذا الحدث. يعني هذا الحدث غادي يكون خصنا نديروا دعوات للناس او ملصق نعلقوا في شي بلاصه اللي كيدوز منها الناس بزاف. اون اكسبوزيسيون عرض ديال دو جورنو رياليزي بار لي غروب ديليف. نعرضوا عرض ديال هاد الجرائد اللي نجزوها او وجدوها مجموعات التلاميذ. Participe à l'aménagement de l'espace, à l'affichage des différents travaux. تشارك في التخطيط ديال المساحة et à l'affichage وعرض différents travaux يعني الأعمال المختلفة pour accueillir des invités لكي نرحب بالضيوف pour toute la durée de l'exposition des réalisations. طوال مدة عرض الإنجازات. واضح؟ ثم المرحلة الخامسة اللي فيها العرض بحال هكا ها الضيوف هنا لي زادولت الكبار وهنا انتم المجموعات كل مجموعة تنوض تبريزونتي تقدم العمل ديالها اللي وجدت. هذا كيما كتشوف هذه هي الجريدة هنا الصويرات اللي اخترنا وهنا هذوك لي ليجوند هما التعليقات اللي كتكون مع الصور. المرحلة الخامسة بريزونتاسيون يعني العرض أو التقديم. Explique les étapes de réalisation du journal photo et de ses légendes. تشرح الخطوات المتبعة في إنشاء جريدة صور أو مجلة صور et de ses légendes والتعليقات عليها. Explique les modalités de travail dans ton groupe. يعني تشرح أساليب العمل في مجموعتك et dans le groupe, le grand groupe de la classe أو في المجموعة الكبرى ديال القسم. ثم présente le journal photo aux adultes. تقدم هاد الصحيفة المصورة للكبار. كبار إما كيكونوا الآباء أو الأساتذة أو أعضاء من مجلس من مجلس أقسام من مجالس الأقسام أو أعضاء لجمعية الآباء أو الناس الضيوف اللي كان قصارهم وكيحضروا معنا باش كيشوفوا داك العمل ديالنا. واضح. وهنا لا بريزونطاسيون خصكم ماشي توصلوا تبدا تقرا عليهم ضروري هذا الشيء خصك توجدوا وكل واحد يقدم شي شخصيه خصو يقولها يحفظ داك الدور ديالو ويقدمه بطريقه لائقه ماشي يبقى يقرا قدام الناس يشد الورقه ويبقى يقرا قدام الناس. لا ضروري اننا نقدموه بشكل جيد. هذا هو البروجي دو كلاس في الوحده الاولى. هضرنا على مغاربه العالم. كتختار صور كتجيب صور ديال مثلا ديال حكيم زياش ديال الوزيره المغربيه اللي كانت في فرنسا وزيره ديال التعليم ديال كاع الشخصيات اللي ممكن انهم كتشوفهم ديال جاد الملاح ديال سميتو دوك الفكاهي الاخر. يعني كدير جميع الشخصيات اللي كيبانوا لك انهم خصهم تقدمهم في الجريدة ديالك حسب اختيار ديالك بطبيعة الحال. وهكا كملنا شرح ديال بروجي دو كلاس. إلى اللقاء.